هي ثمرة شراكة واعدة مع مجلس جهة الرباط، سل القنيطرة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمكتب الوطني للتكوين المهني. تأتي في سياق تفعيل برنامج تنمية الجهة، خصوصا الشق المتعلق بالتربية والتكوين، حيث عملت جهة الرباط على المساهمة في تيسير وتطوير عملية التوجيه المدرسي عبر تنظيم الأيام الجهوية للتوجيه المدرسي الجامعي والمهني تحت شعار جودة التعليم رهان الجهوية المتقدمة على مستوى جميع أقاليم الجهة السبع. إذن هذه عملية اللي غتقدم إن شاء الله سنويا وفي الأقاليم السبع. إذن هذه الدورة الأولى اللي كتمتد من 20 أبريل إلى 13 ماي. البداية عندنا في تمارة، وكل إقليم تكون فيه 3 أيام، وغنختموها إن شاء الله في الرباط ما بين 10 إلى 13 ماي. مجموعة من المؤسسات التعليمية الجامعية العمومية والخاصة حطت الرحال بساحة مولاي رشيد بمدينة تمارة من أجل توجيه التلاميذ حول إمكانية الانتقاء السليم، من أجل تحقيق التكافؤ بين كفايات ومعارف التلاميذ وما يتلائم داخل المؤسسات الجامعية والمدارس العليا من تخصصات. هي شراكة من أهم الشراكات التي عقدناها مع الجهة، وتتوخى خدمة مباشرة للتلاميذ من خلال يعني تعريفهم بأهم المسارات الجامعية وبالمدارس العليا والمعاهد العليا إلى غير ذلك. يذكر أن إشكالية التوجيه والاختيار بالنسبة للخريجين من تلاميذ الباكالوريا أضحت إشكالية كبرى يعيشها التلاميذ وأسرهم على حد سواء، وتعد هذه الأيام التوجيهية بمثابة حجر الزاوية من أجل تعريف التلاميذ بمسارهم الدراسي على مستوى الجامعة والمدارس العليا.